بمشاركة أكثر من 50,000 شخص بدأ أمس المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلواكي. المؤتمر مستمر من 15 لغاية 18 يوليو، وجاء توقيته بعد يومين من تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيال في بنسلفانيا، واللي انصاب خلالها في أذنه اليمنى وانقتل شخص وانصاب اثنين آخرين، وتم قتل منفذ العملية توماس كروكس على أيدي أفراد الخدمة السرية اللي لليوم بيواجهوا اتهامات بفشلهم الأمني. وقبل الخوض في تفاصيل أي شيء صار خلال المؤتمر، لازم بداية الكلام يكون عن الدخلة اللي دخلها ترامب. فعليا يعني ما تتوصف بأقل من كده دخول المنتصر، يعني فعليا لو رجع البيت الأبيض تاني وشكله هذا اللي راح يصير، ما أظنه حيدخل الدخلة هذه، يعني مشهد سينمائي. فعليا يعني دخلة سينمائية. كل هذا طبعا وإذنه مكان الإصابة ملفوفة وواضحة اللفة مغطية الإذن كلها. والمؤتمر انتهى طبعا باختيار ترامب رسميا كمرشح عن الحزب الجمهوري، وكمان ترامب أعلن عن اختياره لشريكه في السباق مرشحا لمنصب نائب الرئيس السناتور عن ولاية أوهايو جي دي فانس. ويوم الخميس في ختام المؤتمر رح يقبل ترامب تفويض الحزب له. ومن المشاهد اللي كثير من الناس ركزوا عليها هي السيكريت سيرفيس أو أفراد الخدمة السرية اللي كانوا موجودين في المؤتمر طبعا لتأمين حماية الرئيس السابق، واللي لليوم طبعا جلسة بتطلع معلومات عن فشلهم الأمني المريع في يوم محاولة الاغتيال. وأحدثها إنه الطابق الثاني من المبنى اللي تسلقوا منفذ محاولة الاغتيال كان عليه قناصة بتراقب الحشود، بس القناصة مو تابعين لأفراد الخدمة السرية وإنما من فريق خدمات الطوارئ. وإحنا لنا يومين جلسين بنتكلم عن قصص وصور بتدل على الفشل الأمني اللي صار، واللي كان كمان أكده وزير الأمن الداخلي. عشان كده اتجهت الأنظار أمس لأفراد الخدمة السرية اللي كانوا موجودين، واللي كان واضح زيادة في عددهم وزيادة في الإجراءات الأمنية. وقيل إنه عشرات الآلاف من أفراد الشرطة انتشروا في الشوارع، وتم إغلاق مناطق في وسط ميلواكي بسياج معدني مع انتشار كثيف جدا لعناصر الخدمة السرية.
على فكرة كمان كثير ناس علقوا على أنه البنية الجسدية لأفراد الحماية الآن حتى تغيرت، صارت بنيتهم أكبر وصاروا أطول، يعني بما يناسب كمان حجم ترامب. على العموم إذا نفضل نحن في موضوع الخدمة السرية ومديرة الخدمة السرية اللي هي كيمبرلي شيتل، كانت هي كمان طلعت في مقابلة وقالت أنه اللي صار مسؤوليتها، وجاوبت على سؤال إذا كانت حتستقيل أو لا. نسمع إيش قالت. I appreciate the secretary's comments and we're going to continue to be transparent and communicate with people. You plan to stay on? Absolutely. I do plan to stay on.